أمي تسلم عليك وتقول لك تبي أطيب فراولة. الله يسلمك، هاي أحسن فراولة عندنا الموجودة. أي واحدة أثقل؟ نفس الشيء ما يفرق. لا والله ما صدق. نفس الشيء ما يفرق. حطها بالميزان. إن شاء الله حاضر. هذول 800 كل واحد 400 400. بعدين عمي طولت على الميزان خلاص. يعطيك العافية. ما تبينهم؟ بعدين. حياك أنا وسام. عامر؟ دلال، شلونك دلال؟ الحمد لله بخير. والله ما توقعت اني بشوفك هني. ولا انا توقعت اني اشوفك. الله ياني والهان على الحركات اللي تسوينا هذه ايام. والله انا متاخره على البيت، سلم على خالتي نوال. دلال، انت تدرين ان انا احبك صح؟ ادري، وما عاد يهمني يا عامر. يا سلام يا سلام يا سلام. من يدك؟ الو الو، مرحبا. يا هلا وغلا. يا هلا، يلا حيا. ايه ايه، جايكم جايكم، انا جايكم. ابد ابشر، فالك طيب، جزاع يجي وامورك طيبه، لا تحاتي. تسمع؟ فعليك. يلا يلا جايكم. هلا 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 هلا. مدام حضرتك قعدتك هنا ملهاش لازمة خالص، لأن شنطك على رحلة تانية. شوف عزيزي، ما رح أطلع من باب المطار إذا ما أخذ الجنط مالتنا. أنتوا شو تريدون بجنط أمي؟ ترى ما بيها ولا شيء غير الملابس. خلصوا فضها وريدوا الجنط هسه. مو يجي يحجون ويا العالم، على كيفك. عزيزي خلصنا، ترى تعبانين والله، خلصنا وفضها. إذا ما يدون ينطونا جنط ينطونا تعويض. صح. طيب حضرتك تفضلي املي بياناتك هنا، ولو في حاجه نتصل بك ان شاء الله. ان شاء الله، هسه وقتها والله تعبانين. عارف.